وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة التركية أنقرة، وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على رأس مستقبليه. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة ستمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس أردوغان لمصر في فبراير الماضي، وتأسيسا لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين. ومن المنتظر أن تشهد الزيارة مباحثات معمقة للرئيس السيسي مع الرئيس أردوغان، إضافة إلى رئاسة الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى. كما سيشهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مختلف المجالات. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بزيارته الأولى للجمهورية التركية ولقائه مع الرئيس رجب طيب أردوغان. وأكد الرئيس السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أكد علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور تربط بين الدولتين، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس كمال أتاتورك. وأضاف الرئيس السيسي أن زيارته إلى أنقرة ومن قبلها زيارة الرئيس أردوغان للقاهرة تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استنادا لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي، وبما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 42 شهيدا و107 مصابين خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 40,861 شهيدا و94,398 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي. أدان البرلمان العربي بشدة التصريحات الاستفزازية التي أدلى بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرا أنها إدعاءات مضللة تهدف إلى عرقلة جهود الوساطة التي تقودها مصر لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الغاشم على قطاع غزة. وأكد البرلمان العربي دعمه المطلق لمسعي مصر الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وموقفها المخلصة المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار بضرورة الإسراع في الانتهاء من المنصة الإلكترونية الخاصة بمنظومة السياحة العلاجية ووضع الآليات والمعايير والاشتراطات اللازم توفرها للحصول على تأشيرة العلاج داخل مصر. وأكد عبد الغفار أن الدولة تمتلك كافة الأدوات والمقومات لاستقبال هذا النوع من السياحة العلاجية، وأن الوزارة لديها خطة ورؤية قادرة على وضع مصر ضمن الخريطة الدولية للسياحة العلاجية. شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط في الاحتفالية التي أقامها الصندوق السعودي للتنمية احتفالا بمرور 50 عاما على نشأته بالعاصمة السعودية الرياض تحت شعار 50 عاما من التأثير العالمي. وأوضحت المشاط أن الصندوق يعد أحد المؤسسات الإقليمية الداعمة لجهود التنمية من خلال الشراكات المؤثرة والمساهمة في تمويل المشروعات ذات الأولوية، مؤكدة على عمق العلاقات المصرية السعودية والتي تمتد لسنوات عديدة شهدت زخما من التعاون على الأصعدة كافة وتقاربا في الرؤى والمواقف المشتركة. أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 443 قافلة طبية مجانية ب16 محافظة بدءا من اليوم 4 سبتمبر وحتى يوم 10 نوفمبر القادم ضمن حملة 100 يوم صحة في نسختها الثانية، وتقدم القوافل الطبية خدمة الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين في العديد من التخصصات الطبية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عملية جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.
شهد وزير الإسكان شريف الشربيني توقيع بروتوكول تعاون بشأن تدوير مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر بالمدن الجديدة، على أن تكون البداية بمنطقة خدمات مشروع بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 135 فدانا كمرحلة أولى. وأكد الشربيني أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الوزارة للنهوض بمنظومة المعالجة والتدوير والتخلص الآمن والنهائي من المخلفات.